عقلوا وربنا يهديكوا. اذا كان في شيطان بيحركك، خلي بالك انت بتتبع الشيطان، لان الظلم ما ينفعش ان حد يظلم حد حتى بالكلام الوحش، فالظلم حرام، فاهمني؟ شكرا شكرا، بس متشكرين قوي والله حبيبي. والله الظلم على البني ادم حرام. يعني انا بقول لكم انا على نفسي والله، حتى اقسم بالله اللي بيشتمني ما بردش عليه. متشكرين يا باشا والله، ده عم جمالك فوق دماغنا والله، متشكرين. بس هو مش عارف احييك الاسم حبيبي والله، حبيبي يا عم، كتر خيرك والله العظيم، كتر خيرك والله والله كتر خيرك. شفتوا ربنا برضه الناس الحمد لله. يعني لا انتوا عارفين اللايفات بتاعتي على قدي، يعني اللايفات بتاعتي على حبيبي والله. تسلم لي يا غالي، تسلم لي يا غالي والله حبيبي والله. اشكر اسمه اشكر لك. انت بتضحك لي بالاسم ده حبيبي والله، تسلم لي يا غالي. الحمد لله الواحد معروف في مصر، لا اي حد هتقول له ارطوها والله. انا لو مشيت في الشارع عندي، انا مش عاوز احلف، لو مشيت في الشارع وقلت اسمي من المنادي بتاع العربيات للزبال يعرفني، البقال يعرفني، الزبال حبيبي يا باشا والله، ربنا يخليك والله. الحمد لله يعني فيديوهاتي معروفه كوميديه، تخش نهزر، متكلمش في الاديان، متكلمش في عرض الناس، ما مجيبش ريت حد، الحمد لله. حتى الخناقات يا حبيبي والله، ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. احنا داخلين تيك توك، لو في اي حاجه انا بطلع على العام، وزي ما قلت لكم انا كل اصحابي ملتزمين، عارفين يعني ايه ملتزمين؟ يعني ناس بتصلي. يا حبيبي يا عمي ربنا يخليك يا باشا، ربنا يخليك. شفتوا بقى ربنا، شفتوا ربنا كريم ازاي، شفتوا ربنا كريم ازاي. ده دليل على حب الناس ليا، حب الناس ليا، عمري ما اذيت حد، حتى اللي بيشتمني بقول له متشكر، او بعمل له غلط كتابه او بتاع، مش عشان انا شخصي انا ولا حاجه، انا انسان اضعف ما لا تتكلم، انا انسان تراب، وانا عارف ان اخرتها تدفن في تراب. يعني مفيش مستاهله والله ان احنا نعمل في بعض كده. يا حبيبي يا عم، انا مش عارف اكافئك ازاي والله، والله ما عارف اكافئك ازاي والله. يا خبر، ده انا هعمل لك فيديو اقسم بالله العظيم، مش عارف والله ارحب بيك ازاي والله. يا عم انت على دماغي، اقسم بالله العظيم انت على دماغي والله. يا عم والله تخليني ابكي والله، والله اقسم بالله تخليني ابكي والله، لان انا كل ما الضغط النفسي، يا عم والله العظيم هبكي والله، والله هبكي يا عم، بلاش عشان هبكي والله. انت لما تهني انا ولا حاجه، اشتمني زي ما انا عاوز، لكن ما تقولش ان انا بسب الاسلام، دي كلمه اللي بتهزني هي الجمله دي، لان انا انت بتدعي شيء انا عكسه، انت ما تدعيش شيء انا عكسه. انا اذا كان انا بحب الاسلام تقول انا بسب الاسلام، طب انت ليه، هي بالعافيه يعني، هي بالعافيه، انت ليه تقول كده يعني، ليه يعني انت اشتمني انا مش مشكله، قول ارتو كذا اشتمني، لكن ما تقولش على الدين الاسلامي الحنيف تقول عليه كده، ما تقولش على الدين الاسلامي كده، او تدعي عليا ان انا اسيب الاسلام. يا اخي ده لو كفره ما يعملوش كده يا اخي والله، لو كفره ما يقولوش عليا كده. انا مش متطهر، انا عمري في حياتي ما اتكلمت في الدين، اكره الكلام في الدين، لان بقول ده دين سماوي، تلات اديان سماويه، لو شتمت في واحد منهم يبقى شتمت في بقيه الاديان. ازاي هو انا مين؟ ليه تدعي كده؟ ليه تقعد لي في الصفحه وكل ما حد يخش؟ انا مش متضايق من انا عارف الناس بتحبني، انا مش متضايق غير بالحاجه واحده، لك بتقول بيسب الاسلام،
ازاي بسيبه؟ ازاي بسيبه؟ ازاي؟